أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن الصلاة على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، ففرج الله به الغم والغمة، وجاهد في سبيل الله حق الجهاد وصبر وثابر، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن معهم برحمتك وجودك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد، عباد الله، آمر نفسي المقصرة ابتداءً، وأهيب بإخواني الفضلاء أن نتقي الله جميعًا، فإنها الزاد ليوم المعاد، وهي خير الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وصية الله إلى الأولين والآخرين، ومن وصى فقد أعذر،
والله سبحانه وتعالى وصى الأمم السابقة فانحرفوا فضلوا وأضلوا وأفسدوا، ووصى الله سبحانه وتعالى أمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاستقامت وأنبتت نبتاً صالحاً كان صلاحه باد في البشرية جمعاء. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حديثنا اليوم عن الوالدين، النواة الأولى للمجتمع التي تكون اللبنة الأولى وهي الأسرة، الذكر والأنثى اللذان تعاقدا بأمر الله سبحانه وتعالى على الزواج والإنجاب ما أمكن، فأخذ الله عليهما الميثاق العظيم في هذه العلاقة الإنسانية الفاضلة الغانمة، ليبتدئ بناء الحياة وتشكيل اللبنات الأولى بعهد الله سبحانه وتعالى. فقضى الله كأنما هي محكمة بين متنازعين، قضى الله فيها قضاءه قضاءً مبرماً لا يقبل الاستئناف ولا التشكيك، بل فوري التنفيذ لمن آمن بالله سبحانه وتعالى: ألا تعبدوا إلا إياه. خضوع القلب بالعبادة له سبحانه وتعالى، لا يزيغ عن هذا الخضوع إلا مشرك أو مُرائٍ مصيره الهلاك واليبار والتباب. وبالوالدين إحسانا، عطفها بحرف العطف الواو لا الفاء الذي يفيد التعقيب ولا ثم التي تفيد العطف والتراخي. وبالوالدين إحسانا قضية واحدة، عبادة الله والإحسان إلى الوالدين الأب والأم. في مثل هذه الأيام كثر الحديث عن يوم الأم وعن البر بها والإحسان إليها، ونسينا دور الأب الذي اختار الأم والذي تعب كما تعبت الأم. هم جناحا القضية وجناحا الأسرة، الأم الجبهة الداخلية والأب الجبهة الخارجية لهذه الأسرة. الأم حماية الداخل وتربية الصغار، والأب النفقة عليهم والذود عنهم وتنشئتهم حين الكبر ورعايتهم ومساندتهم. فأستحب أن يكون الحديث عن بر الوالدين والإحسان إليهما. عنصر الأم مهم جداً، هي النصف من هذه العملية الذي يربي النصف الآخر، هي الذي حملت وهي التي ولدت وهي التي أرضعت ونشأت وهي التي سهرت كثيراً وهي التي خاطرت بحياتها في مراحل الحمل وبصحتها، أنفقت الشيء الكثير لأجل إنشاء النشء وتربيتهم. فالحري بهذا النشء أن يرعى هذه الحقوق كلها، وأن يرعى هذه التضحية وهذه النفقة وهذه المخاطرة والمغامرة. وأمر الله قبل ذلك، حلي بالمؤمنين أن يراعوا أمر الله وحقوق الإنسانية، وأولى الحقوق حقوق الوالدين. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. هذه مواثيق الله وعهوده، هذه أقضيته ووصيته وأمره إلى الأمم كلها، إلى كل من نزل عليه الوحي وإلى كل من يصله الوحي. نسمع بين الحين والآخر يا إخوان قصص يندى لها الجبين، قصص تندى لها رؤوس الناس من القتل
والتبشيع والهجر والسلب لحقوق الآباء والأمهات، كلها جرائم في شريعة الله سبحانه وتعالى وفي الشرائع الوضعية. الجريمة موجودة منذ الأزل، ولكن توسعها وانتشارها بيدي ويدك وأيدينا جميعاً. ما سبب انتشارها وتوسعها؟ البعد عن الإيمان، البعد عن الإخبات والخضوع لله سبحانه وتعالى، جحد حقوق الآخرين ابتداءً بالوالدين، عدم الاستماع وعدم الاطلاع على سير الصالحين، المغالاة في النفس والتعظيم من شأنها حتى تتجاوز حدود الآخرين، بل تتجاوز حقوق الوالدين والعياذ بالله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد البر بهما مع اللطف ولين الجانب، فلا يغلظ لهما في الجواب، ولا يحد النظر إليهما، ولا يرفع صوته عليهما، بل يكون بين يديهما مثل العبد بين يدي السيد تذللا لهما وطاعة لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى مرشدا نبيه ومرشدا أمته وآمرا لهم بسبل الطاعة وإكرام الوالدين: وقل لهما قولا كريما، أي القول اللين اللطيف المشتمل على العطف والاستمالة وموافقة مرادهما في الحلال وميولهما ومطلوبهما. وقل لهما قولا كريما. وبعد القول نكمل قراءة الآيات: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي بعد القول اللين الكريم تذل لهما وتخضع لهما ولا تكلمهما إلا مع لطف وذل واستكانة وخضوع وإظهار ذلك واحتمال ما يصدر منهما. وبعد ذلك كله تدعو لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تذكر صغرك، لن تعي هذه المسألة أيها الشاب وأيها المراهق إلا حينما تتزوج، وحينما تنجب، وحينما يشب ابنك تتذكر ماذا كنت تفعل بوالديك. فنحن نذكرك الآن قبل أن تعق، نذكرك بأمر الله سبحانه وتعالى ابتداءً، ونذكرك بأن الدنيا دوارة، فكما أطعمت والديك سيطعمك أبناؤك. ولنا في السير عبر. هذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، كان كلما أراد أن يخرج من دار أمه أو يدخل إليها وقف على بابها فقال: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته. لم يسلم سلاما عاديا، بل جعل فيه لفظة أمتاه بالترخيم والتفخيم ليدغدغ مشاعرها وليبين لها خضوعه ورحمته بها، فترد عليه: وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته. ردت عليه السلام بمثله من الترخيم في صيغة يا بني، فيقول لها: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتجيبه: ورحمك الله كما سررتني كبيرا، ثم ينطلق إلى حاجته. هذا سلام أبو هريرة على أمه. فلننظر إلى سلامنا: كيفك يما، وهاتي يما، وشمالك يما، بحكي ليش بترديش، وين الطبيخ، طبخت لك كيت من كيت أو كنت تعبانة؟ هذا مش منطق، بدي أطلع برا الدار، وبروح على المطعم وبأخذ من جزدانها أو جزدان أبوه وببلش العقوق. قلبوا أفئدتكم أيها الشباب،
أيتها الفتيات، قلبوا الأفئدة وقلبوا الأهواء واجعلوها ترسو على أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله كي تنجو سفينتنا وسفينتكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، الجبهة الداخلية هي الأسرة، الوالدان، الأبناء والبنات والأحفاد. من صان جبهته الداخلية قواه الله ورفعه إلى فتح الجبهة الخارجية. قبل أن نتكلم عن إزالة الظلم عن أمة الإسلام والمسلمين وعن شعبنا، فلنزل الظلم من بيننا، ولنبتدئ بأقرب الناس إلينا وأحقهم بحسن صحبتنا، وهم الوالدان. لا نزجرهما ولا نأمرهما، بل ندللهما كما دللونا صغارا. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. هل يخرج من بيننا مجاهد مخلص صادق قوي يفتح الله على يديه وهو عاق لوالديه؟ انظر في جموع الصحابة والفاتحين والعلماء والأمراء العدول، انظر إليهم كيف كانوا في بيوتهم، كانوا خير الناس. فرحمهم الله بدعوات الوالدين وبالأعمال الصالحة، ثم انطلقوا إلى الساحات الخارجية. فمن أراد الرفعة ومن أراد النصر فعليه أن يبدأ بالخطوط الدفاعية الأولى: تربية الأبناء وبر الآباء. من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة بما توعده الله ورسوله، رغم أنفه اللي ما استفدش من هذه الفرصة أن يدرك والديه أو أحدهما، فلا يفعل عملا صالحا يدخله الجنة معهما. دعا عليه الرسول بخسارة أنفه وتمرغه في التراب. يا أخي المسلم، المرأة أينما وجدت جدة أو أمًا أو أختًا أو عمَّةً أو خالةً أو بنتًا أو حفيدة، قلبها رقيقٌ رقراق، نفسها طيبةٌ هادئةٌ ساكنةٌ حنونةٌ عاطفةٌ، عاطفتها جياشة. قيل لحكيم: عرِّف المرأة، ما هي المرأة؟ قال: شعلةٌ من المشاعر تمشي على قدمين. فأحسن إليها، قليل الكلام يسرها، قليل الفعال تراها عظيما، لأنها تنظر بأنوثتها وأمومتها التي خلقها الله سبحانه وتعالى فيها. وصية النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يغادرنا لم يتكلم عن المزارع، لم يتكلم عن الذهب والفضة، لم يتكلم عن الثغور، لم يتكلم عن المعاهدات والقوانين التي سنها: استوصوا بالنساء خيرا. يعلم صلوات ربي وسلامه عليه كيف بنى المجتمع وكيف يهدم المجتمع. نظر في سير الأمم السابقة فوجد أن بداية الفساد في بني إسرائيل كان في النساء، في فتنة النساء، فأمرنا أن نستوصي بالنساء. فمن أحب ملاقاة النبي ومن سره أن يلقى النبي وهو عنه راض يوم القيامة
فعليه أن ينفذ وصيته وأن يرعى حق الله سبحانه وتعالى في الأم والأب معا. إني داع فأمنوا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما رزقتنا وأعطيت، وقنا واصرف عنا الشرور والآثام والمصيبات، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم أعزنا بعز الإسلام العظيم، اللهم هيئ لجندك المخلصين الميامين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تبقي ولا تغادر منهم أحدا. اللهم تقبل شهداءنا، واغفر لموتانا، واشف مرضانا وجرحانا، وفك أسر المأسورين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم رد علينا الغائبين والمفقودين، اللهم أد الدين عن المدينين يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، رد شبابنا وفتياتنا إلى دينك ردًا حميدًا كريمًا سريعًا يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وقضاتنا وأمراءنا وولاة أمرنا يا رب العالمين، وارزقهم بطانة صالحة ناصحة تحثهم على الخير وتنهاهم عن الفسق والجور يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وردنا كتاب من مديرية الأوقاف تستحث همتنا في النفس فقط في سبيل الله لأجل إعمار المساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.